أعمل أستاذا بالجامعة في تخصص علم النفس، وهناك من يقول وهو من الدعاة أن علم النفس علم باطل، فما هو الصحيح؟ ما هو باطل على طول ولا هو جائز على طول، لابد من التفصيل، ينظر فيه ما كان فيه من إرشادات نافعة ومفيدة هذا ليس باطلا، وما كان فيه من شيء لا يجوز فهو باطل، لابد من فحصه والنظر فيه. نعم.